السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمانويل كونت، الفيلسوف المتنور وأبو الأخلاق، صاحب كتاب ماهية المتنورين أم من هم المتنورين سنة 1784، وشرحه للتنوير أو للمتنورين هو خروج الإنسانية من القوانين التي وضعتها لأنفسها والتي حصرت نفسها فيها، وبداية التفكير الذاتي بكل حرية خارج ضغوطات أو خارج الإملاءات الفكرية المتوارثة أو الطاغية أو السياسية. يقول إيمانويل كانت بأن الإنسانية بدأت نضوجها في القرن 18، أي في القرن الذي كان فيه هو، ومن الصدف أن الإنسان يبدأ في النضوج في عمر 18 فما فوق. إيمانويل كونت أيضا لديه كتاب في نقد الواقعية البحثة أو الخالصة، وكان الكتاب عبارة عن طرح بين واقعية ديكارت أو ما يسمى بأسبقية المنطق على التجربة والنظرية التجريبية لدافيد يوم. يقول إيمانويل كونت بأنه استيقظ من التقوقع أو كما سماه هو دوغماتيزم الذي كان فيه بفضل قراءته ليوم، واستخلص منه أو فهم منه بأن لا يمكن أن نستخلص أو نقرأ الأمور بالواقع والمنطق المجرد فقط، واستخلص منه بأننا لا نستطيع فهم الحقائق بنظرة منطقية أو واقعية بحثة وفقط، واستخلص منه أيضا بأن المعرفة هي التجربة والعلاقات الحسية مع العالم والواقع. كان إصدار هذا الكتاب من سنة 1781 إلى 1787. المعروف على إيمانويل كونت بأنه فيلسوف أخلاقي وتبنى الأخلاق، إن لم يكن هو الفيلسوف الأخلاقي بالمطلق، وقد شرح وعرف وتكلم مطولا عن الأخلاق في كتابه بناء ميتافيزيقا الأخلاق. كان كونت عبارة عن رجل منظم ومرتب ومتقن جدا لكل شيء، وكان يحب الانضباط، لذلك كان إنسانا يتبنى الأخلاق ويحب الأخلاق. كونت إذن إنسان متدين مسيحي بروتستانتي، ولكن الفرق بينه وبين أناس آخرين أو فلاسفة آخرين بأنه استطاع أن يخرج من منطقه الديني ولم يتكلم بتاتا على الدين وعلى الإله الذي يؤمن به في قضية الأخلاق. إذن نستطيع القول بأن كونت فيلسوف متجرد من دينه، لذلك كنت دائما أقول بأن الفيلسوف لا يستطيع أن يكون متدين، وإن كان متدين سيتجرد من دينه. وكونت إيمانويل كونت كان يعني أكبر مثال ولا زال أكبر مثال على الشخص الذي يتجرد من الدين لشرح الأمور، أي يزيح فكره الديني لكي يشرح الأمور. إذن هل نستطيع أن نقول بأنه فيلسوف متدين أو فيلسوف تجرد من الدين أو فيلسوف استعمل الفلسفة للشرح أو للتدريس وعندما يكون مع نفسه يتدين؟ إذن كفكرة عامة يجب أن نعرف بأن كانت لم يستعمل التبرير الديني أو الإلهي لكي يبرز أهمية وأحقية الأخلاق للفرد والمجتمع. ملخص كتابه بدأ بشيء اسمه ضرورة الحتمية. ضرورة الحتمية هنا هو ضرورة الأخلاق، وضرورة الأخلاق يعني أن تتقيد بالأخلاق لزاما، ويجب على كل إنسان أن يتقلد بالأخلاق. إذن ما هي الأخلاق عند إيمانويل كونت؟ باختصار شديد، الأخلاق عند إيمانويل كونت هي الأمور أو القواعد أو مبادئ التي تقودنا إلى الخير وتبعدنا قدر ما أمكن عن الشر. إذن المعادلة هي الخير والشر، لكن المشكلة والثغرة في هذه القضية والذي استغلها فريدريش نيتش ويعني شن هجوما كبيرا على إيمانويل كونت في كتابه ما وراء الخير والشر، يعني ما بعد الخير والشر، ما الذي يؤكد بأن الشر شرا والخير خيرا. يقول في شرحه نيتش بأن وغير نيتش أيضا يقولون بأن النظرة إلى الخير ونظرة إلى الشر هي أمور شخصية وليست أمور متفق عليها بالعامة. ربما تستطيعون القول بأن القتل شر
سرقة شر، ربما تستطيعون أن تقولون بأن إعانة الفقير خير، تدريس الناس مثلا خير، ولكن هذا قول عام، لأننا عندما نصبح في قضية محاكمة أو نصبح في قضية مجتمع أو نصبح في قضية دين أو نصبح في قضايا فاصلة، هذه الأمور تتوقف عن الغاية منها. لأننا نستطيع مثلا في الدين نقول بأن الموت مشرع في القصاص، في الإعدام، عدة أمور أخرى، وحتى في الديانة يعني المسيحية أو الديانة اليهودية أو ديانات أخرى. إذن ما يرى دائما على أنه شر ربما يستعمل للخير، إذن تبقى أمور تحت حكم معين. إذن نظرتنا للأخلاق أو النظرة للأخلاق تصبح نظرة يا إما شخصية، يا إما تنتقل من مجتمع ومجتمع، من ثقافة وثقافة، أو من دين إلى دين، أو من نظرة إلى نظرة. أيضا هناك مشكلة أن الأخلاق تتعارض وتعادي منطق المنفعة. ما هو المنطق المنفعة؟ المنفعة هي حصر الأشياء في اللذة والألم، يعني إذا كان هذا الشيء يسبب لك ألما فهو شر، وإذا كان هذا الشيء يسبب لك خيرا فهو خير، أو يسبب لك منفعة أو لذة فهو خير. المشكلة هنا كيف نحكم، ما هو الميزان الذي نحكم عليه بالخير وبالشر، ونستطيع القول بأن هذا من الأخلاق وهذا ليس من الأخلاق، وهكذا تكون الأخلاق. وإذا كان تبرير إيمانويل كونت بأن الأخلاق هي أولا وأخيرا المبادئ، أي مبدأ الأخلاق. يقول إيمانويل كونت بأن العمل خير والعمل الأخلاقي هو العمل الذي نيته وغايته الخير، ولا تهم النتيجة من وراء ذلك. إذن علينا أن نفهم هذا جيدا. إيمانويل كونت يقول بأن العمل الذي يقود إلى الخير والعمل الأخلاقي هو كل عمل يحمل رغبة ونية لذلك، ولا تهم تلك الصورة النمطية للخلق والخير. النية والرغبة لفعل الخير تتعدى النتيجة، النية والرغبة هي في ذاتها أخلاق. إذا أردت أن تساعد عصفورا فقتلته، عندك نية الأخلاق رغم موت العصفور. العمل الأخلاقي عند كانت ليس ما يرى أو ما يتوافق مع المنظور الأخلاقي للمجتمعات، وليس العمل الأخلاقي ما يصادق عليه القانون الأخلاقي، ولكن الأخلاق والخير هو الرغبة وما يحرك الإنسان من نية جيدة لبلوغ الخير والأخلاق. إذن عندنا النية تسبق كل شيء. سأعطيكم مثال ممتاز جدا لفهم نظرية الأخلاق لإيمانويل كونت. يقول بأن إذا أراد سارق أن يسرق بنكا ولكنه تراجع على فعل ذلك خوفا من السجن، نستطيع أن نقول بأن هذا السارق لم يسرق، إذن عمل فعلا أخلاقيا. عند إيمانويل كونت هذا الشخص غير أخلاقي، لأن نيته الخوف من السجن وليس نيته بأن أموال الناس لم تسرق. إذن عند إيمانويل كونت لا يهم بأن نتيجته أخلاقية، ولكن نيته كانت غير أخلاقية، مثل ما الذي ينقذ العصفور ويقتله مع النهاية، لا يهم النتيجة الغير أخلاقية في نظر الناس، ولكن تهم النية التي أراد بها ذلك المنقذ أن ينقذ العصفور. بهذا إذن بدأنا نفهم بأن كونت لا يلقي بالا للنتيجة. إذن لدى كونت باختصار، ولكل من يعني يحبون فكرة كونت وفلسفة كونت، وهذا مدخل فقط لفلسفة كونت وليس أبدا شرح كامل لنظريته للأخلاق ولأمور أخرى، يفهم بأن النتيجة لا تهم، الأهم هو نيتك لفعل الخير. بهذا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الدرس الذي كان مختصر جدا. بارك الله فيكم على المشاهدة، ونتلقى في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.